مسيره نحو المتجر. إذن مرافقي ومرشدي سوف يأخذنا إلى عين أجمد. يلا توكل على الله وريني. إذن سوف نعرفكم على منابع مائية تروي ظماء متجر ولاد فاسير مايروفرا. وهذا التدفق المائي لا يعبر على شموخه وعظمته. هذه العين التي كانت في الماضي تروي بساتين وبساتين. باش تسقم كل نهار مرة لا كل 8 كل 8 كل جنيح ذا التورنس كل جنيح ذا التورنس كل جنيح ذا التورنس على حسب التورنس زين ثنايين زين ثنايين مع الحد سي معنى الا يجني تاساس ديال الليل يجن ديال الفجر يجن ديال النهار يجن دو عشية كل يجي المسمى غير قوها تبقاو خصك تقطع مع 24 ها قريبت ماشي بالنسبة هو من بالنسبة هو من شنو هو من شي امان مجهدي ما ناقصين يقول العيون كينقص ناقصين امان ماشي مجهدي ماشي مجهدي رقع بزاف ماشي مجهدي بزاف. بالنسبه لسميتو هذا تلف وبالنسبه هو امان خصنا كنا هو امان خصنا نحو امان خصنا على حساب السونداج على حساب كلش على حساب الخامه على حساب الخامه على حساب الخامه لا توزيك الوالدين توتاو تنتظروا عيونات السايسين تكوزيس كلشي كلشي يا اساس الزيت السوي كلشي كلشي الشغل يا مان ماشي غير تنزيل الجر تتفخي تتفخي يجن الصباح خص تان الصباح الطول الربعة خير روني ثاني هذه روني يولي الجنة هنا هذه يولي الجنة غيدوني ومرة مرة هذه 15 يوم ياك لا نشتا سيد كل 8 ايام الاثنين كل 8 ايام الاثنين من الاثنين كل 8 ايام ماشي انا خصها تمشى وردك لخالتي والماسن يما غير 15 يوم تاوينيش تيجنت انت هذه ولما سني الناس هذا مسفهم غير ما تتاويثو اما تتاويثين خالتي لي بركي هانت غير انت مرت نسا قلت قلت سوا دايما ما دايتو هاني اذا انت مرت انا كنشدي الله يرحمه باس نيما ثون باس لبا اذا الصحبة اثاروا موضوع الماء اذا الصحبة كما سمعتم اثاروا مشكل الجفاف ونذرة المياه وطريقة توزيعه وهم في حاجة إلى الماء ثم الماء ثم الماء لتحيا هذه المنطقة وتستمر الساكنة هنا. حيت راه قالوا هضروها في المبادرة الوطنية ديال المغرب الأخضر 2030 داروها في الأخبار. صحيح. أيوة. جزاكم الله خير. نواصل الطريق نحو هذه العين. هذه عين فوق قمة جبل، عين فوق رأس جبل. دخلنا الغابة، رائحة الهرهار زكية. قال لي أحد المسنين البالغين من العمر إيتية، كل المنطقة هنا كانت تسمى سيدي بوزيد، أي من ولاد فاسير غورين ولاد عبد السي ولاد أبو عبد الله إلى حدود الزارم ومضاجر أخرى كانت هنا ولاد رح وغيرهم الذين هم ولاد عبد السي. ما يدل أن هذه المنطقة كانت مأهولة ووجود منابع مائية هدمة فوق قمم الجبال ووسط غابات الغرار والبلوط. سوف أعرفكم على هذا النبي على آخر. وصلنا النبع المائي.
هذه هي العين. ها هي العين الكبيرة. خرجت لنا القلب على عقابي القلب خرجهم. جميل هذا جميل والله إلا جميل. هذا هو نبع العين هذا. عطشت. متجر فاسير التراثي القديم والمعاصر الحديث الذي لا يسغي لروح الجبل. مرشدي وصاحبي يجلسان قصر إرادتهما بعد تسلق الجبل عند عتبتي الولي الصالح سيدي محمد. قلت لي هنا سيدي محمد تقد تحلنا الباب نشوفوا الداخل. يلا بسم الله يلا الزيارة. بسم الله هذا مزار ديني. بسم الله هذا قبر رجل ارتقى الى مرتبة الاولياء الصالحين. سقف قديم عليه مصباح يوني حين ينزل الضيجور. سوف أخرج من هذا الولي الصالح نحو قلت لك كاين شي قبر اخر هنا. فين شي ولي صالح اخر؟ سيدي محمد وهذا كسميتو يلا وريني تما. اذن اعرفكم على رجل اخر ارتقى الى مرتبة الاولياء الصالحين هنا بمتجر فاسير مع هذا الرجل الطيب الرياضي. هذا مزار ثاني وما اكثر المزارات هنا بمتجر ولد فاسير. هذا السي بالقاسم هنا سوف انحني وادخل. ايضا ولي يسمى بالقاسم رجل ارتقى الى مرتبة الاولياء الصالحين. هنا حفرة وتراب وهذا التراب يستعمل للاستشفاء في كثير من الامراض النفسية والعصبية وحتى الامراض العضلية. ثقافة انثروبولوجية جمعت بين الايمان بعوالم الميتافيزيقا وتلاعبات الشعوذة وخرافاتها التي لا تنفتح على ضياء وجمال الكرة الأرضية. يظهر من هنا أقرب الصورة طلل سوف أصله وأعرفكم على الطلل عن كتب وعن نمط البنايات بمتجر ولاد فاسير. مكان الشموع سوف أخرج. هذه السدرة قرب هذا المقام المرتبط برجال صالحين قديمة ومشابهة لسدرة ليلة ميمونت بولود. نسير نحو كاين واحد الولي صالح هنا سميتو سيدي فاسير ياك. قلت لي سيدي فاسير فين؟ هذاك واخا الله يرحم لك الوالدين. شكرا. اذا الصحبه يرشدني الى مزار ديني ثالث مرتبط بهذا المتجر. هنا يوجد رجل حمل اسم المتجر سيدي فاسير. هذا هو سقف الولي يكاد يسقط على رؤوس من يدخل هنا. سقف نخرته السوسة وتعرية الزمن. هنا القبر.
عن كل تحليل مغرض سأخرج من هذا المزرعة.